كشفت وزارة الإسكان عن إطلاقها مبادرات تتعلق بإجراء تعديلات على الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، وهي المبادرات التي تأتي استجابة لرغبات المواطنين في هذا الشأن. وقالت الوزارة إنها قدمت مقترحات تتضمن إجراء تعديلات على اشتراطات التعمير لمناطق الإسكان، منها إلغاء البند المتعلق بحظر البناء خلال السنة الأولى من استلام الوحدات الإسكانية، بالإضافة إلى منح خيار السماح بتركيب مظلات على السور الخارجي الأمامي وفق نموذجين تم دراستهما بشكل دقيق. هذا وقامت الوزارة بالتواصل مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تعديل الاشتراطات التعميرية باعتبارها الجهة المعنية بهذا الأمر، كما تواصلت الوزارة مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة من أجل تسريع وتيرة تمرير التعديلات المطلوبة والرد على استفسارات الأعضاء المتعلقة بهذا الشأن، مفيدة بأن موافقات المجالس على التعديلات تعد متطلبا رئيسا لتمريرها. وقالت الوزارة إن الاستجابة لطلبات الأهالي والنواب والبلديين تأتي في إطار الحرص على تفعيل التواصل المستمر مع المنتفعين والنظر فيما يتم طرحه من أفكار، سواء من المواطنين بصفة مباشرة أو ممثليهم في المجالس البلدية، في إطار الحفاظ على ضوابط العمل الخدمي الحكومي، خاصة مع قيام البلديات بمباشرة صرف رخص البناء للمنتفعين، وهي الخطوة التي أضفت مرونة للمواطن في تحديد إجراءات وجهة الحصول على رخص البناء.